سلام بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كيفاش كتقضيو النهارات ديالكم؟ قولوا لي مع هذا الحجر الصحي. صافي انا تخنقت، بغا نخرج. انا دابا راشيه، دابا طالعه في 20 يوم ما خرجش نهائيا، من غير مره واحده اللي مشيت درت لي كورس وجيت. فكرت ندير فيديو مكياج، نديرو تيتو ميك اب مكياج ديال كل نهار، بسيط ساهل، يعني في 10 دقائق حنا سالينا. يلا نبداو. ملي كنقولوا المكياج ديال النهار يعني المرطب ديال النهار والحمايه الشمسيه، هاد جوج ضروريين. اول حاجه غادي نبداو بها هي المرطب، كنتبعوه كريم سولير او الواقي الشمسي ضروري. ما تقولوش ليا لا حقه ولا ما حقه، ضروري. كما كنعرفوا الفون دو تا كيف ما كان من الغالي الرخيص كيادي البشره. برايمر هو الحاجه الوحيده اللي ما كتخليش الفون دو تا يدخل لنا للداخل، وحتى الا كان عندنا شي مسامات كي يسكرهم كيخليهم شي يبانو ويخرجوا من فوق الفون دو تان. وحتى الا كان عندنا لا بوغراس ملي كنديروا الفون دو تان كيخرج هاد البلايص، كيخرج لنا منهم الزيت، عاوتاني البرايمر كيحبس هذيك الزيت. المهم البرايمر كيدير لنا ليكيليبر، كيقاد لنا البو ديالنا او كيقاد لنا البشره ديالتنا قبل ما نديروا الفون دو تان. كنركزوا على هاد البلايص اكثر اللي كيكونوا فيهم المسامات. هذه الخطوه الثالثه. كاينين بزاف الانواع ديال البرايمر، وناخذوا البرايمر اللي غادي مع طبيعه البشره ديالنا. دابا غادي ندوز الفون دو تان. الفون دو تان اللي غنختار هو هذا ديال غيميل، كيعجبني. هو التغطيه ديالته ميديوم، تغطيته بسيطه بزاف، ماشي شي تغطيه. من بعد ما وزعنا الفون دو تان كيف ما هكذا، تقدروا تستعملوا غير البيبي كريم سيتي كريم اللي بغيتوا، يعني بنهار دائما قد ما خففنا قد ما احسن. دابا غناخذوا هذا الفيكساتور اون برايمر، يعني عنده جوج حاجات كيديرهم، وانا كنستعملو كفيكساتور لان ديجا عندي برايمر. غادي ناخذوا وغادي نديرو على الاسفنجه، خاصها تكون هكا مرنه رطبه، ماشي حجره نضربوا بها وجهنا. غادي نفزقها هكا، خاصها تكون بازقه، ونبقاو غاديين نوزعو كيما هكا هكا. نركزو بزاف على هاد البلايص لي جناب ديال الانف. كنوصلو البلاصه اللي حداها الشعر كنبداو ندخلو لداخل كيف ما هكا، باش ما يعطيناش الفرق بين الشعر، يعني الجلده ديال شعرنا ووجهنا. بعد ما وزعت الفون دو تان او كريم الاساس بهذه الطريقه، وكنتاكد بان كل شيء عنده نفس التغطيه، كناخذ ان كونسيلر. من الاحسن ملي ديروا كونسيلر توزعوه بهذه الطريقه، ونخليوه بعد ثواني عاده نديرو ليه الاسفنجه اللي درنا بها نفس الطريقه، نفزقوها ونبداو نضغطو. من بعد كنزلو على الالف ديالنا في هاد البلاصه هادي، يعني دائما كنلعبو على الاضاءه باش نبرزو الحاجات اللي باغي نبرزوها، ونخفيو الحاجات اللي باغين نخفيوها. دابا غناخدو البودرة الشفافة واللي تكرفس ليا عليها كما كتشوفو. بالنسبة للحواجب كيف ما كتشوفو، انا حواجبي ديجا عامرين، ما كنحتاجش نخدمهم بزاف. غناخد باتسو كيف ما هكا، وغناخد هاد اللون البني الغامق، وغادي نمشي للبلايص اللي خاويين نعمرهم، ودائما في الاتجاه ديال الشعره باش يبقاو اكثر
طبيعيين. هنا اصلا دابا كنديروا مكياج ديال النهار، خاصوش يبان، خاصو يكون باين بزاف. صافي ومشطهم بحال هكا. غادي ناخذ هذا اللون اللي غادي على البيج هذا، غادي نوزعه على الجفن كامل. عاود غادي ناخذ لون اخر كيف ما وزعنا هكا، غادي ناخذ لون اغمق منه شويه، ودائما في نفس الدرجه ديال الالوان اللي هو هذا. هاد الالوان اللي هكذا، اللي الوان بارده او ترابيه، هي كتفتح لنا العين اكثر وكتخليها تبان يعني واسعه. غادي نعاود ناخذ فرشاه اخرى نقيه، وغادي نعاود استومبي لي دو كولور اللي درت. الا بغينا نحددو اكثر يعني الشوفه ديال العينين، غادي ناخذ لون اغمق هكا، غادي نمشيو الاطراف ديال العين. بنفس اللون غادي نهود لتحت هكا، غادي نجرب هاد الماسكارا ديال لوريال باري، باقا جديده اول مره غادي نستعملها. الا بغيتو تزيدو ديروا ايلاينر تقدروا ديروه يعني خط رفيع، انا غنحبس هنا. هاد الماسكارا قالوا لي بانها كتطول الشفار، كتعطيهم لما كتعطيهم منظر زوين، هادشي اللي كيبان لي بصراحه. الطريقه اللي تخلي لينا الرموش يبانو اكثر هي نديرو المره الاولى ونتسناو واحد 50 ثانية ونعاود نديرو الكوش الثانية 50 ثانية ونعاود نديرو الكوش الثالثة باش الشفار يطلعوا لينا مزيان. هما كاين بزاف ديال الطرق اللي كيخلي لنا الشفار يطلعوا مزيان بالماسكارا، والشيته ديالها زوينة، عطي كتخدم مزيان، كتحسي بها. شوفوا الفرق، شفتوا؟ دائما نبغيو نديرو ماسكارا نجبدو من يعني بحال نقولو حنا من جدر ديال الشفرة الفوق، باش ما يبقاش يبان لنا الفرق بين الشفره وهذاك الخط الابيض. او نقدروا ناخذوا قلم كحل وندوزوا على هذاك الخط. وبما اننا في مكياج ديال النهار، غادي ناخذوا غادي نديروا واحد الكونتورينغ اللي خفيف وفي نفس الوقت غيحدد لنا الملامح ديال الوجه شويه. دائما نزيدوا ديروا لا ماتيير بشويه، ونبقاو نزيدو دائما شويه بشويه. باش واش كيبان هنا، كيعطي واحد اللمعه، واحد اللوين ديال البرونز زوين. دائما خاصنا نسخنو لو تان ديالنا، نسخنوه يعني نعطيه واحد اللون، ما نخليوش هنا لون وهنا لون وهنا لون، نطلقوا يدينا نخدموا حتى الانف ديالنا غير بشويه. دائما لما تيغ تكون قليله بحال هكا. غادي نجي ناخذ هذا اللون بيش، كيعجبني بزاف بزاف بزاف. هذا اللون بيش كيجي مع تقريبا مع جميع انواع يعني جميع انواع البشره او الوان البشره. الى مشينا حتى زعما كحلناها وهذا، ناخذ بانسو كبير كيف ما هكا يكون نقي ونخفو. دابا سالينا المرحله ديال لو تان ديال العينين، غادي ندوزو للشفايف. الكار ديال لوريال باري بهذا اللون، لون خطير البنات، هذا احسن
احسن طريقه باش نديرو العكر هي البانسو. غادي ناخذ القلم وغادي نعاود من الاطراف باش يجيني محدد اكثر. شوفوا المكياج ما عندوش يعني قاعده خاصنا نتبعوها كاملين، كل واحد عنده طريقته، المهم غير النتيجه تكون زوينه. يعني كاين طرق كتختلف من واحد لاخر. انا كملت. اخر خطوه هو الفيكساتور البنات باش المكياج يدوم لنا وقت اطول. اهم حاجه في المكياج ديال النهار ما يديرش الهايلايت، الهايلايت ما يديروش. انا كنفضل وهكا قريت وتعلمت في المدرسه ديال الميكاب، لانه الهايلايت كيدار غير بالليل. وتديروه ديروه كيف قلت لكم، ما كاينش قاعده. انا كملت المكياج ديالي، غادي نخلي الشفنجه عجبتني. انا دابا غادي نكمل ونمشي نغسل وجهي وغادي نمشي للناس. نتمنى المكياج يكون نال الاعجاب ديالكم، عجبكم ووصلتكم يعني المعلومه او فائده. مشتركش يشترك وركوا على الزر ديال السرسال سر باش يجيكم دائما الجديد ديالي ويوصلكم. لي كومونتير لي لايك ما تنساونيش، ما تبخلوش عليا. وشكرا وكنتلاقاو وغنتلاقاو كنتلاقاو كنتلاقاو نتلاقاو ان شاء الله في جديد في ونتلاقى في فيديو اخر جديدة ان شاء الله باذن الله.